مشاهدين، بعد الإنجاب تحصل تغيرات عديدة في جسم المرأة وقد تترافق مع بعض المشاكل الصحية وأبرزها الصداع الذي قد يستمر لأسابيع عدة. فما هي أسبابه وعلاجاته؟ الجواب مع دكتور جورج جارت الاختصاصي في الأمراض النسائية والتوليد والذي ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت. صباح النور دكتور. صباح النور، يعطيكم العافية. يعطيك العافية، شكرا جزيلا. طيب بداية، ما هي أسباب الصداع الذي يصيب الأم المنجبة حديثا؟ ولو فعليا مشاكل الصداع هي متعددة. عندنا الأمور اللي هي بتكون جسدية، في عندنا الأمور اللي بتكون هي أكثريتها نفسية، وفي تشابك بيناتهم. يعني الوجع ووجع الرأس مع بعد الولادة هو مؤشر لأوقات لشغلة كتير بسيطة، إنما قبل ما نقول إنه الشغلة هي بسيطة مفروض إن نفكر بالأشياء اللي هي صحيح بتكون أقل إنها تصير، بس هي بتكون أخطر. بموضوع وجع الرأس، هذا الألم القوي ما بعد الولادة، أول شغلة مفروض نعملها هي نتأكد إنه ما في شيء خطر وراء قبل ما نقول ستريس وتعب وغيره. نعم، يعني في معظم الحالات يجاب على المرأة المنجبة انه لا، طبيعي بعد الولادة انه يكون في صداع، ولكن بعض الاحيان يكون عرض خطير، ترتفع الاحتماليات في بعض الاحيان. يعني في سيدات يصيبهم اكثر من غيرهم، خاصة اذا كان عندهم تاريخ ارتفاع ضغط دم او صداع سابق او شقيقة. ويقال، يعني صحيح المعلومة اذا تفضلت، انه بعد العملية القيصرية المرأة المنجبة اكثر عرضة للتعرض لهذا النوع من الصداع اكثر من اللي انجبت طبيعي. اوكي، هل هالكلام هيدا صحيح 100%؟ اللي بنحب نحن نضوي عليه انه الوجع الراس ما هو غير عارض، يعني واحد من العوارض يلي بشكل الصوره الكبيره، يعني كانه واحد عنده بازل وعم بياخذ منها قطعه وحده، هيدي القطعه هي وجع الراس، بس في قطع ثانيه يلي رح توصلنا للتشخيص. هلا مثل ما تفضلتي، هو موضوع الضغط، عادة موضوع الضغط بيكون شائك أكثر في آخر شهر من الولادة، يعني مش ما بعد الولادة. ما بعد الولادة بيبقى هذا الشيء ممكن، إنما الأهم هو بيكون خلال الولادة في واحد بيخسر دم. بالعملية القيصرية خسارة الدم هي أكثر من الولادة الطبيعية، هيدا بيؤدي لفقر دم، وفقر دم ممكن يعمل وجع راس. التعب، الولادة هي بحد ذاتها مثل حياة العملية هي متعبة. الرضاعة اللي بتواكب الولادة، قومة بالليل كثلاث ساعات الست بدها توعى مشان الرضاعة وغيره، هيدا الإرهاق بيؤدي كمان لوجع الراس. في عنا أمور تانية اللي هي سوابق، يعني إذا في الست في عندها سوابق مثل الصداع، يعني المايجرين، هول كمان بيتكرروا ما بعد الولادة. هون بدنا ننتبه إنه إذا الست هي عم بترضع ولا ما في رضاعة. بيبقى الشغلة الأهم والأخطر هي قصة الضغط. واحد ما لازم يستلشي قصة الوجع ما بعد الولادة، لأنه ممكن يكون سببها خطير جدا، وهيدا أحد الأسباب اللي بسموها بالعربي التسمم خلال الولادة، نحن بنسميها إكلامسيا. ممكن توصل بالآخر لنوع من الصداع يؤدي إلى حتى نزيف داخل الرأس، وهيدا شيء بده مراقبة. نعم. أول شغلة المفروض الطبيب يقولها لمريضته هو أول ما يصير فيه وجع راس، خاصة هالصداع الأليم اللي ما عم بيروق على الأدوية الخفيفة، أول شغلة المفروض ينعمل هو إنه يتاخد الضغط، ويتاخد الضغط بشكل صحيح. وهون لازم نضوي كمان إنه مش الأوقات المكانات وغيره قد تعطي شوي أوقات معلومات أو تعطي نتائج منها كثير دقيقة. بهالوضع هيدا بالتحديد ممنوع الغلط، يعني المفروض واحد يتاكد من ضغطه مرتين بوسيلتين. اذا في ينزل على صيدليه ياخذ ضغطه بطريقه صحيحه بكون كثير منيح، والتواصل مع الطبيب هو الاهم، لانه الطبيب هو رح يقدر يقشع هالصوره الكامله، يعني مش انه بس عم بيطلع من منظار كانه واحد قاعد بنفق وعم بشوف بس قطعه واحده، بده الطبيب هو بيكون قاعد بمحل بيقشع الصوره كامله
the big picture ساعتها في وصل لتشخيص. وهون هذا التشخيص الأساسي هو اللي على أساسه بده يتأخذ العلاج. يعني الخطأ الكبير اللي بيصير أوقات عند الستات إنه هي كل شيء إنه خلاص في وجع رأس أوكي خليني أخذ حبتين للباراسيتامول مثلا أو غيره إنه منأخذ الحبتين وانتهت القصة. بس هيدا الشيء قد إنه يكون عم بيخبي أمور تانية خطيرة. مفروض يكون هالوجع الرأس يمكن هو مؤشر لأشياء تانية مثل بركان صغير عم ببلش يحضر للانفجار. وهون التشخيص المبكر هو اللي راح يؤدي إنه الست تتعافى بشكل أسرع وأفضل. صحيح، يعني تتراوح ما بين الصداع الخفيف وتصل إلى مرحلة الكلاميسيا أو كما يقال له بالدارجة الكلبش الذي يصيب بعض النساء الوالدات. دكتور، هناك إهمال أحيانا تتعرض له المرأة لصحتها بعد الإنجاب من ناحية النوم، الأكل الصحي، عدم شرب الماء، الإجهاد، وخاصة إذا كانت سيدة عربية فبالتالي هي مضطرة لاستقبال العديد والعديد من الضيوف بالرغم من حالتها بعد الولادة. كل هذا يؤثر على صحتها، وكل هذا مجرد ذكره يسبب الصداع. هل هذا الصداع أيضا يندرج ضمن الحدود المخيفة التي تتحدث عنها والتي يجب أيضا مراعاتها وملاحظتها؟ طبيعي. الشيء اللي عم تتفضلي فيه 200% لازم واحد يتنبه له. الاهتمام خلال الحمل يكون كله سوا موجه للست الحامل. ما بعد الولادة الاهتمام كله بينجرف صوب الولد، والست الحامل ما بتحدى يتطلع فيها. بالمقابل الواجبات اللي عندي إياها الست الحامل بمجتمعنا خاصة هي تقيلة من الناحية النفسية والجسدية وحتى من موضوع الاجتماعي. ومشان هيك هالضغط هيدا اللي عم يصير على الست الحامل بده واحد يتنبه له، وقد يخبي امور تانية. والشغله اللي نحن بنحب كمان نضوي عليها يعني موضوع الصداع كتير حلو لانه متشعب، ممكن يكون كذا شغله، وهالتفكير وتشخيصه بيمشي بخطوه خطوه. بقى ما مثلا اذا بدك تاخذي الديبرشن ما بعد الولادة، كمان هيدا جزء من عوارضه هو صداع متكرر. في عندك هلا احنا جايين وصلنا بايلول وقريبا رح يبلش موسم الجريب، كمان الجريب اوقات عوارضه بتكون او الكورونا، الناس كلها سوا هلا حاليا عندها هلع من هالكورونا. الكورونا احد عوارضه يلي بيجي لحال هو وجع الراس. هول كلهم سوا واحد بده يتنبه لهم وما يخلي ولا اي تشخيص يزمط. اذا في امور واحد ما انتبه له هون بقى رايح صوب مشاكل بحال التشخيص اللي عمله خطا ومشي بهالطريقة. هيدا بصير رجوع على الخطا بكون هون كثير مكلف. نعم. طيب دكتور، احيانا المراه الوالده يعني الوالده حديثا جاء سؤال على بالي، بيعطوها قهوه لا تشرب، يعني دائما بيعطوها نوع من القهوه على اساس انه الكافيين ممكن يخفف الصداع، واصبحنا نعطي وصفات طبيه فبنوصي بالقهوه مع حبوب الباراسيتامول مثلا لتخفيف الصداع. الان انت حضرتك تتحدث عن مشكله بالضغط، هل يمكن ان يكون ذلك خطيرا او هو مسموح؟ بقلك موضوع القهوة هلا في شغلة تفضلت فيها قبل شوي، هي موضوع انه كمان خلال العملية القيصرية الصداع بكون اكثر. عدا عن الوضع العملية القيصرية يعني كمريضة عم تخسر دم اكثر وعم تعمل عملية بدل ولادة طبيعية، ما بدنا ننسى موضوع البنج. اليوم اكثرية الاوقات البنج اللي عم ينعطى ان كان للولادة الطبيعية مشان تخفيف الالم أو خلال السيزاريان العملية القيصرية عم بيكون إبرة بالظهر. أحد مشاكل الإبرة بالظهر هو إذا المطرح ما بينعطى الدواء، هالثقب هيدا اللي انعطى إذا كان شوي واسع بيصير في ترويح للمي الموجودة بسلسلة الظهر واللي متصلة مباشر بالرأس، هيدا بيؤدي لصداع كثير قوي. وهيدا عم نشوفه أكثر وأكثر وأكثر، ومفروض كمان هون صارت مفيدة. نعم. عدا عن ما كيف عكس قصة الضغط.
لانه القهوه كترتها بتعلي الضغط. بموضوع البنج بالظهر هون الامور مختلفه، بينصح الاطباء البنج بتناول القهوه اذا صار فيها الصفر هيدا بالظهر. هلا قديش الكميه يعني بالتحديد يلي المفروض الست مسموح للست انها تاخذها؟ هي 4 جرامات، يعني ما يعادل فنجانين قهوه. ضمن الجرامين والنزول يعني كل جرام يعني فنجان، ما فنجانين بالنهار ما في ما في ما في مشكل بالمبدا. لا بل العكس، اوقات في ناس اذا ست معوده على القهوه وتعطيها من القهوه فجاه ممكن هيدا يؤدي لصداع بتكون مضاره أكثر من هالفنجانين القهوة اللي عيارهم تحت الأربع جرامات بالنهار يكون لهم تأثير. نعم، يعني نتمنى لجميع الأمهات الجدد السلامة والمعافاة، ولازم ينتبهوا على صحتهم. دكتور جورج يارد الاختصاصي في الأمراض النسائية والتوليد كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا مشاهدينا، فاصل ونعود مع فقرة رش الصحة لليوم، قوموا معنا.